اسمحوا لي ان انا اعطي الفرصه لدوله رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. تفضل. صباح الخير. أود أن أشكر الرئيس السيسي لاستقطاع جزء من وقته لاستقبالي واستقبال رئيس الوزراء ألكسندر دكرو، خاصة يوم الجمعة. شكرا جزيلا فخامة الرئيس السيسي. بالأمس كنا في فلسطين، في الواقع إن الهجمات المروعة التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر هي شاهد على عدم إنسانيتها، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نغفل الضحايا المدنيين في غزة بمن فيهم آلاف من النساء والأطفال. كذلك لدينا أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب. وبحضوري إلى مصر والحدود مع غزة، من الواضح أننا لابد وأن ننهي هذه الكارثة الإنسانية. المساعدات الإنسانية لابد وأن تدخل إلى غزة بقدر كاف وبشكل منتظم. وكذلك في ظل كذلك فإن الوقف أو الهدنة الإنسانية يجب أن تستمر، وطلبنا من السلطات أن تتفاوض أو تتبادل وجهات النظر بشأن هذا الأمر بصراحة. وأننا نأمل أن الهدنة الإنسانية، وأن الرئيس السيسي كان وراء هذا، وأنه يصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار. أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب المستمرة في غزة. دوركم كان دورا محوريا لتوصيل المساعدات خاصة للفلسطينيين الذين هم أيضا كانوا بحاجة إلى المعدات الطبية وإجلاء المدنيين من الجنسيات المختلفة. هناك صراع مستمر على الحدود، وهذا كان جزء من الحوار فيما يخص أمن المنطقة. وأود أن أعرب التزام دولتي إسبانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله الذي يساند دور مصر. أننا ندعم السلطات المصرية في استجابتها للأزمة الحالية، وخاصة توفير المساعدات الطبية. حوالي 4 أطنان من المساعدات سيتم تسليمها إلى المستشفيات هنا في مصر لتوفير المساعدات الطبية للمرضى القادمين من غزة. كذلك آلية حماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي هي مثال آخر حول كيفية عمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه. بعيدا عن الاستجابة لهذه الأزمة الكارثية، في الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساندة مصر ووضع آليتنا لهذا. الرسالة الثانية أننا يجب أن نبدأ اليوم في التنفيذ النهائي حل الدولتين كما ذكر فخامة الرئيس. اليوم غير ذي قبل أننا بحاجة إلى منظور جاد لتحقيق السلام، وأي حل لابد أن يكون حلا شاملا. إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر لما يقرب من قرن هو مهمة يجب أن نطلع بها. المجتمع الدولي عليه أن يقوم بدور بناء وفعال، ومن المهم بالنسبة لنا أن نأتي ونتقابل مع سيادتك فخامة الرئيس. فقد اقترحنا عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن. الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قد صدقت على هذه الفكرة أيضا. وأتمنى أن الأوروبيين والعرب والغرب يجتمعون لوضع حد لهذه الدائرة اللامتناهية من الصراع. وأنني أشكر مصر على دعمها لهذه العملية.